وحيدوا لي هذاك الشيك ديال البليه اللي تعلموها راه بلي هذاك التليفون راه خرج على الوليدات وخرج على البنيات. اللي عندها البنيه ولا وليد عنده 12 سنه ولا 14 سنه ما يخليش ليه التليفون ويراقبهم. راه هذا الشيء خرج على الوليدات وخرج على ماشي حتى الشباب، راه باقيين صغيورين هاد الوليدات ما عارفينش حتى فين يمشوا. واش يقول لك دابا اربعه الوليدات ولا خمسه الوليدات جرينا من نفس المشكل، نفس بنتي وفي القياس ديال عمر بنت بنتي. هذا الشيء وليدي راه لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يجازيهم خير كل من عندها شي بنيه ولا عنده شي وليد يقابلو يرد ليه البال. وهاد الشباب الوليدات المرين 20 عام و24 عام يراعيو ما يروحوش راسهم في الهلاك. يكون باغي عايض حق تيولي غادي ب 20 عام ولا غادي ب 3 سنين ولا 4 سنين. راعيو وليداتي الله يجازيكم خير، وحنا مسلمين الحمد لله، وحنا فينا الدم ديال سيدنا محمد رسول الله. الله يحفظكم اوليدي، الله يهديكم، الله يرضي عليكم، الله يحفظكم اوليدي. انا امه ملاك ابو حنين، الله يرضي عليكم اوليداتي. اللي شاف بنتي راه حنا في واحد الحاله الله اللي عالم بها، لا ماماها ولا باباها ولا كلنا العائله كلها غادي تشت. وراه ما غتبان ملاك حتى غنموت واحد شي واحد فينا غيمشي للسبيطار، واحد غيمشي غادي يمشي للقبر، حنوا فينا لوجه الله تعالى. وهاد الولد وهاد جوج البنيتات اللي كاينين اللي كانوا كيلعبوا مع بنتي راه داكشي غير لعب وداكشي غير حنا ما حاسبينوش شي حاجه يعني. الله يجازيكم بخير، حنا مسامحينكم الا جات ملاك وريتونا ملاك في كينا، حنا مسامحينكم اوليدي، حنا ما بغيناكمش تمشوا ديروا شي غلط اللي غادي تندموا عليه طول عمركم. ملاك راه باقي صغير وانتم باقيين صغار، حنا مسامحينكم. جيبوا لنا وليدي غا بنتنا فيما كانت، الله يحفظكم يحفظ لكم صحيحتكم. راه ملاك خرجت مع الربعه ديال العشيه نهار الحد ما بقيناش شفناها، الله يجازيكم خير. وهاد الدريه راه حتى مشات خرجت معاه الخمسه ديال الصباح نهار نهار الخميس ولا شنو، خرجت معها الخمسة ديال الصباح ما عرفتش داك النهار يعني. انا ما كنعيش معاهم، انا جداها كتعاود امها قالت لك خرجت معها الخمسة الصباح دات الباليزه ديالها ودات الصاك فيه يعني السبيطات ديالها وداك الشيء، مشات نزلت في الحي المحمدي، راك واخا شدات الترام ومشات الحي المحمدي. منين نزلت لقاوها شي ناس في درب مولاي شريف وصلوها للبوليس، يعني ما دواوش معاها، سامحوها والديها لا باباها ولا ماماها، سامحوها وداروا داك الشيء بحال غير غلط، جابوها للدار. من جابوها للدار قالت لهم انا غنمشي عند بابا نبرك ارتاح عنده شويه، ماماها وافقت حيت مفروقه مع باها، وافقت خلاتها عنده، بقات عنده شي يومين او ثلاث ايام. نهار اللي عيطنا للدريات ومشات تسولت المدرسه وداك الشيء حيت لقات داك الابيل ديال الدري ولقات داك الشيء ديال الاوديوات وداك الشيء، مشينا سولنا في المدرسه كتعاود البنت قالت لك اودي حنا غير صحابات وكنا غير كنضحكوا وحنا هادي وحنا هادي، راه كل شيء في براس يوسف هو مول كل شيء، حنا غير هذا. واش يوسف ولا اسميتو ولا مابقاش عقلتها على سميتو، عذروني رانا مرا كبيره والله اللي عالم بيا. كيقول لك هو يا حق انا ما بينيش وبينها، راها حنان هي اللي مشات عندها وحنان اللي خازنها وحنان اللي هادي وحنان اللي هادي. حنا عند حنان ما كنشوفها غير في الواتساب، ما عرفناش هاد حنان شكون هي. هي حنان وهذيك الدريه لينا وهو يا هذاك الولد قالت ليه كيراح لا كلشي مشى للبوليس وكلشي مسجل وكلشي مصيفط منو. قال لها حشومه عليك الدريه دابا، شوفي شحال هي معاك وغدرتي بها خنتيها حشومه عليك. قالت لي انا ما خنتهاش حتى هي، خانتني ودات لي صاحبي حتى انا درت لها بحال هكايا صيفط هذاك الشيء علاش صيفطها لك. وهي يقول ياك بعدا هي كمال 12، واش قالت لي هي كمال 12. ويقول لها اوه كيفاش كمال 12، دابا غتقلبي لي انا كلشي على راسي هنايا. قال لا راك انت اللي معرفه عليها وانت اللي درتيها، وبحال هكا بقى هذا الشيء بحال هكا كيهضروا بعضياتهم. ملي جينا نعيطوا عليه هو في ذاك التليفون النمره اللي بصيفط اللي كان كيتكلم معاها فيها، لقينا قال لك انا حق راني في المحطه غادي للرباط. قال لك حنا راني كنلعب الكره غادي نمشي نتريني وغنلعب شي ماتش في سلا ولا مع الرباط ولا شي من البلاصه هذيك. ملك راه مصيفط لها واحد الفوطو وقال دير لها فيها باغي نتزوج بيك ودير لها راس بها قليب، وحنا هذا الشيء كدرنا غير تفليه غير ورينا بنتنا حتى لا بغا يتزوجوا ما عندنا حتى شي متاشي. هذا باقا صغيره يلاه 13 سنه بنيتي ما تعرفش حتى فين تنعس، الا ما غطيناهاش ما فرشناش لا ما كتعرفش شعرها لا ما مشطناش لا ما كتعرفش تمشطو. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه شواتنا هاد البنيه، راه كلشي امها وشي حالتنا البارح، راه هاد الاولاد كلهم شافوا كيفاش كانت الحاله ديالنا، راه كنازه في الدار راه ما كناكلو ما كنشربو بنيتي، الله اللي كيعلم بينا. وهاد الناس دعمونا ووقفوا معنا، والناس راه عيطت من كل بلاصه وكل البلاد عيطت الناس، من ايطاليا من فرنسا من اي بلاصه. وكيقول لك اكثر من 16 واحد راه شافوها في طنجه مع واحد الولد، شافوها في طنجه وراونا ديك شده الشعر ديالها وراونا كل شيء. قال لك قبل ما يشوفوا التصويره قال لك دير هذه النيه راه حنا شناها، او شافوا التصويره الله اعلم بنيتي قال لك راه شناها في طنجه.
حنا خايفين القصه ترجع بحال ديال عدنان. ديك الساعه ما بقاش لينا فين. الا وصلت بنتي انا بحال عدنان او بحال البنيته الاخرى اللي ماتت في هذيك الغرب ولا فين. راه حنا بنيتي خايفين. الله يجازيكم خير، هذا الشيء راه بزاف. الله يجازيكم خير، الله يحفظكم، الله يستر عليكم. حنوا فينا لوجه الله. راه بنيتي راه الله اللي يعلم، راه القلب ديالنا تقطع، راني مريضه بالسكر، راه مها راه كتمرغ راه قدام الكوميساريه معلم بها غاسي دي ربي، هزوها مرابعه. حنوا فيا، راني مرا كبيره وراني جداتها وراكم مجربين الكبده. الله يحفظكم. اللي عنده شي وليد الله يخليه ليه، اللي شاف هاد البنيه وحن فيا لوجه الله، الله اللي غيجازيه. الله يحفظكم، الله يشعل سيدي ربي يحفظ لكم وليداتكم من كل شر. حنوا فيا. راه بنيتي هادشي اللي سمعنا يعني، راه حنا ما عرفنا ارهاب ولا عصابه ولا الله اعلم شنو هادشي. البنت اللي كتقول لي هي كعطيت هيك هذا وصلتي 12 بنت، اش بقى بنتي ملي كتقول لي 12 بنت؟ اذا هادي راه عصابه ولات. وباها ملي بدا كيهضر معاها قال لي انت ما كنعرفكش انايا، كنعرف امها وكنعرف جداها ونعرف راجل امها، ما كنعرفكش انت. انت قال لي الا ما بغيتيش تدخل سوق راسك كنوريك الوجه الاخر. ملي زير عليه وقال لي غادي ندير وغنفعل وغنترك، قال لي ما كاينش انايا بوحدي، راه كاين معايا ولد اخر. وحنا بنتي راه لا اله الا الله، راه الدموع نشفوا والقلب راه غيسكت، والله اللي عالم. راكم مجربين. بغينا بنيتي البوليس يسول على هذا الشيء ويوقفوا معنا ويقراوا هذوك الاوديوات ويلقاو هذاك السيدي دابا اللي عمرنا ويشوفوا الاحوال ديالنا ويديروا التحقيق مع هذوك الوليدات. حنا ما غنضروهمش، يجيبوا لنا غير بنيتنا، حنا مسامحينهم. حتى شي شوكه ما غادي تدقهم، راه عطيتهم لها عاد ما عطى النبي صحابه، غير يجيبوا لنا غير بنيتنا ويقول لنا فين كاينه، حتى حاجه ما غادرهم. الله يجازيكم خير والله يحفظكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.